تشوف الفترات نتاع الطير والاوساخ والريش والله. وصلنا نتاع الطير تو انا بحداي وصلت كلها فضلات. يجي يعطاها للزبون يروح معها يقول لك تجويفه لقيتها صمتة زي الجيك. مش متوفرة معايير الجودة في الحاجات هذه لازم ظاهرة الغش مستحيل تقضي عليها. الغش التجاري ظاهرة ليست بالجديدة بالأسواق الليبية، إذ سبق أن حذر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من التلاعب التجاري الذي يتعرض له الباعة في حال شراء الدواجن من بعض المحال. تحذيرات أيدها أهالي غات الذين اشتكوا من تسرب لحوم ودواجن فاسدة لأسواق المنطقة، داعين الجهات الرقابية للتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي تهدد صحة المواطن. فيما سبق أن شريت الدجاج واتضح أنها هي مضروبة وفاسدة. كيف؟ لأن لما خذيت الدجاج ورفعتها للحوش وباعتقادي ان يعني الامور تمام لقيت فيها شيء اخضر، يعني كان هي صار لها عده فك وتجميد من مره اخرى، وفي مره اخرى نشرت الدجاجه وهي طيبه في 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 في, في, في واحد من اللي يبيعوا في الشوايات وبعدها سببت لي اسهال. يعني هذا دليل على ان هناك اللي هو في بعض التجار يبيعوا في دجاج فاسد، هذا يدل على الشيء اللي هو عدم مراقبة الناس اللي هي مختصة بهذه الأمور بمتابعة التجار وبالأخص اللي بيعوا في الدجاج، لأن أغلبيتهم يبيعوا في الدجاج فاسد وما يهمهمش وفي اللي يعرف ومتعمد. مش مرة والله مرتين، لكن أنا اللي حب نعرج عليه أن لازم يكون الثقافة هذه موجودة عند المستهلك، وخاصة لما يمشي يقتني سلعة من داعة من البايع يفترض يكون في جانب توعوي لكل السلع. مثلا أنت السلعة تكون يعني شاك فيها باش ما ياخدهاش منتهية الصلاحية إكسباير، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية وما يخص اللحوم، نوعية اللون لون السلعة كيف تكون يشك فيها باش أقل شيء يمتنع عن اقتنائها باش ياخدها الحوش، ممكن تسبب له مضار للأسرة ممتاعها. هذه الثقافة يفترض أنها تكون مش عند المستهلك، عند البايع وعند المستهلك وعند اللي موجود يصدر ويورد للناس. هذو الغش التجاري كثرة، هي راه حد يجيب لك دجاج فاسد من غادي ومكتوب يعني تجميده مكتوب وما تعرف كيف جاي، مش في حافظة ولا في ثلاجة كويسة يوصل لك، هذا يقول لك دجاج طازة. الله يتحمل المسؤولية جهات رقابية، يعني معقولة دجاج يجيك من مش عارف وين لا يوصل فيك في آخر منطقة في ليبيا؟ يعني ما فيش رقابة على التجار. رغم الرقابة مخالفات خطيرة بأسواق اللحوم. مشاهد صادمة للحوم ودواجن فاسدة تمكنت الجهات الضبطية والرقابية في غات من ضبطها، وما خفي كان أعظم، فمع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتضاعف المخالفات الصحية في هذا المجال جراء سوء التخزين والتوريد. فما هي أخطر هذه المخالفات؟ مخالفات الشروط الصحية، مخالفات النظافة العامة، مخالفات الرخص والشهر الصحية. طبعا أخطرها اللي هي مخالفات الشروط الصحية. ليش؟ لأنها هذه اللي هي تتمثل في سلامة الغذاء المعروض للبيع، وتتمثل في اللي هي سلامة المعدات والأواني المستعملة للعمل، منها النظافة الشخصية للي يقوم بعملية البيع وتنظيم وترتيب السلع على حسب النوع. هذا اللي هو يعتبر اللي هو أخطر أنواع المخالفات ممكن. ما هي أسباب تفشي هذه المخالفات وما هي أخطرها؟ أغلب المخالفات اللي يتم رصدها من قرار نتيجة عن عدم وعي الجزارين اللي قائمين على هذه المحلات. فاللحوم تعتبر سلعة حساسة، فتحتاج لظروف تخزين معينة تكون مناسبة لها ولظروف عرض مناسبة. فلو اللحوم تعرضت لسوء نقل أو تعرضت لسوء تخزين أو تعرضت لسوء عرض، هذه اللحوم تتعرض للتلف.
أغلب المخالفات اللي يتم رصدها نتيجة عن فك التجميد لهذه اللحوم، وممكن حتى من رصد بعض السلع اللي تعتبر محظورة على المنطقة، مثلا الأحشاء الداخلية تعتبر محظورة أنها تستورد من الخارج، كيف الكبدة والله الكرشة، هذه ممنوع أنها تستورد تجي تخش ليبيا. بعض الأحيان يتم رصد هذه المخالفات في منطقة غارة. استناداً على تصريحات الجهات الرقابية في غات، يلجأ بعض التجار بالمدينة إلى أساليب غير سليمة في بيع اللحوم في المحلات أو الأسواق، ما يعرضها للفساد السريع خاصة في الأجواء الحارة أو خارج الثلاجات، وأحياناً يتم استيرادها وتخزينها في الثلاجات لفترة طويلة، ولكن توجد أيضاً طرق للتفرقة بين اللحوم الطازجة والفاسدة. الغش التجاري ومدى نجاعة الإجراءات الردعية. مخالفات صحية جسيمة يتم ضبطها دورياً بمحال بيع اللحوم والدواجن في غات، ورغم المحاولات الحثيثة للحد منها عبر إجراءات ردعية ووقائية، يبدو أن تواصل هذه الظواهر واستفحالها يوحي بضعف إجراءات الردع. بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفين، طبعا اول شيء بدايه يتم التنبيه والتوضيح على المخالفات هذه، لان احنا بحكم منطقه حدوديه يعني نعاني من قصه اللي هي عدم وجود اصحاب المهن او الحرف. معناها اليوم جيت القى عندي عامل شهر شهرين مغير العامل، وعامل جايبين عامل جديد ومش فاهم شيء. يعني هذه اكبر مشكله نعاني منها اللي هي مشكله العماله او تغيير العماله في المنطقه. فيتم تحديد تنبيهها ووضحوا لها مره الاولى، في حال تكرار المخالفه يتم قفل المحل وإحالته إلى وحدة التحقيق. طبعاً بعد يحولوا لوحدة التحقيق وتم فتح محضر جمع الاستدلالات، منها مخالفات يتم فيها الصلح لجاري ويتم دفع غرامة مالية، ومنها لا يتم إحالتها إلى النيابة العامة. لما يتم ضبط أي سلعة تعتبر فاسدة وغير قابلة للاستهلاك البشري يتم إحالتها لجهاز الحرس البلدي، يعني يتم مصادرتها بمحضر ضبط وتحال لجهاز الحرس البلدي ويتم إعدامها بحضور مكتب الرقابة والصاحبين. ما هي الحلول الواجب اتباعها لمكافحة الغش التجاري في غات؟ لمعالجة ظاهرة الغش التجاري يجب أن يكون في وعي لدى الدولة ولدى المواطن ولدى التاجر اللي يقوم على هذه السلع. فالغش التجاري يعني حاجة واردة في التجارة، فالمعرفة هي عن طريقها يتم معالجة هذه الظاهرة. لمكافحة الغش التجاري في ليبيا بصفة عامة وفي غات بصفة خاصة، يجب وضع قوانين واضحة للغش التجاري، وتكون يعني الجهات المختصة، الجهات الرقابية اللي تفتش على هذه المحلات تكون عندها دراية بالغش التجاري ووضع مخالفات مناسبة لها ليتم مكافحتها. غير مطابقة للمواصفات ولا تتلائم مع شروط التخزين المعمول بها، هكذا هو حال كميات من اللحوم والدواجن في غات. ورغم تكثيف الحملات التفتيشية مؤخراً، لا يزال الغش التجاري متواصلاً وسط عجز الرقابي عن محاصرته.